مساء الخير، انا شريف فايد، والنهارده جاي اكلمكم عن مطعم موري سوشي. من وانت على الباب وانت حاسس انك في بيتك. استاذنك في البلطه فادل، شايفين مش بيفوتهم حاجه، حتى الخدمه 10 على 10. بس الموضوع مش جديد، موري سوشي له تاريخ كبير، كفايه انه في مصر لوحدها بقاله 10 سنين. تخيلوا 10 سنين بحالهم، والمنيو العريق بتاعهم اللي كلنا بنحبه اتجدد وبقى احسن واحسن كمان، وله تاريخ كبير طبعا. وعشان تعرفوا التاريخ كويس هاخدكم تور صغير في متحف موري اللي اتعمل مخصوص لتخليد موري وتاريخ السوشي. أكلة السوشي أكلة عريقة، كلكم طبعا عارفين إنها جاية من اليابان، لكن معظمكم ما يعرفش إن مطعم موري سوشي أصلا جاي من البرازيل. إحنا بقى جبناه مصر. ولو إن ده مش جديد، السوشي أساسا مصري، تاريخ متسجل مش هنألف. ده كان أول واحد يعمل أكلة سوشي في عهد الملك ماكي تونا السادس، لحد ما عاد اكتشاف الراجل الياباني العظيم ده الحاج موري الله يرحمه. ودلوقتي السوشي راجع مصر وبقوة، والفضل يرجع للعباقرة دول اللي رجعوا لنا مطعم موري لحد عندنا. زي ما قلت لكم السوشي ليها تاريخ، يعني مثلا دي أول قطعة سوشي في التاريخ جايبينها من آخر بلاد العالم مخصوص عشان حضراتكم تشوفوها على الطبيعة. السلام عليكم. سلام عليكم فضلون. السياح طبعا بيجوا من جميع انحاء العالم مخصوص عشان يتفرجوا على الصرح الاثري اللي عمله لنا مطعم موري سوشي. لا ولسه عايزين تعرفوا عامل لنا ايه كمان؟ خلوها المره الجايه.